دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد فهمي بضاوي الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية لجميع الأطفال دون سن الخامسة، حتى لمن تم تحصينهم ومن استكملوا جرعات التحصين الروتيني لهذا العام. وفي تدشين أكد الوكيل بضاوي على أهمية هذه الحملة للتحصين ضد مرض الحصبة. من جانبه أشار محمد الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة إلى أن هذه الحملة تأتي بعد ظهور حالات الحصبة والحصبة الألمانية في بعض المحافظات الأخرى للأطفال، مما جعل وزارة الصحة والسكان تطلق هذه الحملة. من جهته قال أمين بعباد المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم: إننا سعداء بتدشين حملة التحصين الطارئة ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية بمقر الصحة المدرسية في إطار الشراكة الثابتة بين مكتبي وزارة التربية والتعليم والصحة والسكان، مؤكدا وقوفهم لمؤازرة مكتب الصحة لإنجاح هذه الحملة من خلال إشعار كافة المرافق التعليمية للأطفال المستهدفين. Thank you.